أهلا وسهلا بالجميع، أهلا بكم في قناة غشاء شاف لطيفة. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع وصفة الشفنج المغربي لي بيني، الطريقة المغربية سهل وبسيط، غنشوفوا جميع الأسرار تاعو باش ينجح لينا ويجينا بحال تاع الشفنج. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، تابوناو وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما نزلها في القناة، ولا كنتو من متتبعين القناة مرحبا بكم، ما تنساوش القناة بالبرتاج وباللايكات وبوضع تعليقات، ندوزو نشوفوا أسرار هاد الوصفة. الوصفة الشفنج بحاجتنا المقادير التالية: بواحد المكيال إما كاس أو زلافة، غادي نعبروا جوج مكيالات تاع الطحين فورس الممتاز، واحد جوج غادي نزيدو الخميرة. هاد الخميرة هنا في إيطاليا كل باكية فيها 5 غرام، مادام أننا عبرنا بزلايف غادي نديرو 15 غرام، وإلا عبرتو بالكاس غادي نديرو 10 غرام، تتبقى الخميرة حسب المكيال اللي استعملنا. وبطبيعة الحال حسب الجو، ونزيدو قياس تاع الملح حسب الذوق شوية، نبعدوها على الخميرة، نزيدو معلقة كبيرة تاع الخل، وإلا قصنا بالكاس نزيدو معلقة صغيرة. هاد الخل عنده دور كبير في الشفنج، هو اللي غادي يكون الفقاعات في الداخل تاعو في الوقت اللي غنكونو تنقليوه، غادي يساعدو باش يتكونو الفقاعات، وهو اللي غادي يعطينا القرمشة تاع هاد السفنج. شيء اللي ما تيديروش السفناج، لان السفناج تيخليه مدة طويلة يخمر، الى دارو في الصباح غادي يوجدو العشية، الى دارو في العشية غادي يوجدو للصباح الفطور، داكشي علاش تيكون الخميرة عندها الوقت الكافي باش تفاعل. ثم تنزيدو قياس واحد تاع الماء دافي، هذاك القياس هو اللي عبرنا به الطحين، الى درنا القياس بالكاس تنزيدو كاس تاع الماء دافي، ولا درناه بزلافة تنديرو قياس تاع زلافة تاع الماء دافي، تندخلو داك الماء. إلا استعملنا العبار بالكأس تناخدو جوج كيسان تاع الطحين، كأس تاع الماء دافي نفس الكأس، 10 غرام تاع الخميرة، وغير معلقة صغيرة الخل، ولا درنا العبار بزلافة تنديرو جوج زلايف تاع الطحين، زلافة تاع الماء دافي، 15 غرام تاع الخميرة، معلقة كبيرة تاع الخل، وتتبقى الخميرة بطبيعة الحال حسب الجو، إلا درناه في الصيف راه نقصو القياس الخميرة، ولا كان في البرد بحال دابا أنا دايراه في البرد تنديرو شوية الخميرة بزايد. أما الدلك فتيكون بحال هكا، تنحطوه وتنجروه، هو راه تيلصق مع القصعة أو الإناء اللي حنا غادي نديروها فيه، وحنا تنجروه بحال هكا حتى تيولي مطاطي وتيدير الخيوط كيف تتشوفوا معايا، انا تنجر فيه هو راه لاصق في القصعه. تنستمروا في هذه العمليه 5 حتى 8 دقائق.
الحركه تاع الدلك تتكون بحال هكا، تنجروه تنلويه بحال هكا بحال هكا، بحال تنطويه بحال تنتنيه. ملي نشوفو العجينه ولات مطاطيه وتتجبد بحال هكا قدامنا، صافي العجينه راها وجدات. تنحيدو الفائط العجين اللي لاصقينه في الصبعان او في اليد، تناخدو واحد بانيو عندو غطاء او اناء بحال هكدا، نديرو فيه شويه الزيت باش ما يتلصقش لينا العجين فيه. ناخدو العجين دابا اللي صبح لينا مطاطي ونديروها فيه. انا هنا درت غير شويه و تيمكن لك ديري كميه كبيره الا عجبتك الوصفه وعجبتك الطريقه. و ندهنوا هاد العجين مزيان بالزيت بحال هكا، نغطيو عليها ونخليوها تخمر الخمره الاولى. ضروري هاد العجينه ما تخمر الخمره الاولى، لان عند الشفناج تتاخذ مده طويله في الخميره، حنايا ضروري ما نخمروها جوج مرات. العجين تاعنا خمر بعد نصف ساعه، شفتوا شحال ضعف. غادي نخرجوا منه الغاز بحال هكا، وغادي نخليوه يخمر مره ثانيه، لان كل ما خمرات وعاودات العجين كل ما كانت صحيه مزيان و غادي تهضم مزيان ان شاء الله. نخليوها تخمر مره ثانيه واحد القسمين حتى الربع ساعه، وعاد نبداو نطيبوه. ملي تيخمر العجين للمره الثانيه ها هو خمر، غادي ندوزو دابا نشكلوه. غادي نطيبو الشفنج في مرحلتين، المرحله الاولى في واحد المقلاة اللي فيها الزيت قليل، والمرحله الثانيه في كاسروله واحده اخرى اللي فيها الزيت شويه كثير. انا عندي الزيت اللي غندهن به اليد تاعي، يمكن لك تدهني يدك حتى بالماء، غير انه بالماء تخافيه يترتق حيت غادي نديرو العجين في الزيت، يمكن الماء يترتق. تناخدو العجين تنسخنو الزيت بجوج، هذه تيكون على نار مهيله وهادي على نار شويه مجهده. ناخدو العجين بحال هكا ونديرو فيه الثوق بيكون شويه كبير بحال هكا، حيت ملي تندخلو العجين في النار او في الزيت سخونه هاد الثوق راه تيصغار بحال هكا، وتن نحطوها بحال هكا في الزيت. جوج مقلات تاع الزيت باش نديرو كي بحال تيدير الشفناج. الشفناج تيخدم في واحد المقله تكون كبيره بحال الجفنه مقعره من الداخل، في الوسط تيكون الزيت كثير والنار كثيره، وفي الجناب تيكون الزيت قليله والنار قليله. ملي تيبغي يرمي الشفنجه تاعتو او العجين تيرميها على الجانب باش تبدا الطياب تاعها في النار قليله والزيت قليله. هي هذه اللي عندنا في هاد المقلات الصغير. من بعد ملي تتشد راسها هنايا تيديرها في الوسط، تيجرها في الوسط باش دوز طيب في النار كثيره والزيت كثير. اذا بحال هكذا احنا دابا درناهم في الزيت قليله اي الجنب تاع الشفناج، الجنب تاع الجفنه او المقلات الشفناج تتكون فيها الزيت قليله والنار قليله. غير تتشد راسها كي بحال هكا، غادي نهزوها ونديروها في الزيت الكثير، الشفناج تيجرها للوسط. هادي راه ناقصه عليها دابا النار حيت ما فيها والو، غير غندير فيها الحبه تاع الشفنج، غادي نزيد النار فيها. صافي غير تتشد العجينه راسها بحال هكا، وتتبدا تنفخ وتكونوا هاد الفقاعات. هي هنا بدات
تنهزوها نديروها هنايا، نزيدو عليها النار تبان ليكم طابت من التحت، تنقلبوها للجهه الاخرى. نهزوها ونديروها على واحد الورق نشاف بحال هكا، نجيب عاوتاني نهزو هذه نديروها تكمل الطياب تاعها. نحيدوها نحطوها فوق ورق نشاف، بقاو بحال هكا حتى نكملو الكمية اللي عندنا. سيمكن لنا نديرو الحجم الكبير أو الحجم الصغير، فاحنا تنتحكمو في الحجم بالكمية تاعت العجين اللي تنشكلو. إذا كانت الكرة كبيرة الشفنجة غادي تجي كبيرة، ولا كانت صغيرة الشفنجة غادي تجي صغيرة، وكله تيجي رائع تبارك الله منفشفش. وهكذا تنوصلوا لهذه النتيجة الرائعة، الشفنج المغربي ولا أروع، سهل وبسيط، ويمكننا نديروه في الدار تمتعوا به في الفطور أو في الكوتي. سهل رائع، فيه القرمشة ولا أروع. نقطعو نشوفو من الداخل، مهوي مزيان، خامر جوج مرات، شوفو رائع في الشكل تاعو، مع كويس ساعتاي أولا مع كويس القهوة رائع في الشكل. والمراحل تاعو باش ينجح معاكم أنتم شفتوها، سهل وبسيط وفي المتناول. فإلا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ديروا ليه بارتاج باش تعمل فائدة، شغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما نزلها في القناة. صحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.